من الناصرة ينضم إلينا لمناقشة هذا الملف الكاتب والمحلل السياسي وديع عواودة، ومن بيروت الكاتب الصحفي أسعد بشارة. أهلا بكما وشكرا على قبول الدعوة. أبدأ معك السيد وديع، والمؤشرات التي هي متوفرة الآن حول الضربة الإسرائيلية المحتملة بعد ما جرى في مجدر شمس. نعم، تحياتي لك ولضيفك. وهناك حالة ارتباك في إسرائيل. أولا، هذه الضربة موجعة، ورغم أن هوية الضحايا من العرب الدروز في الجولان السوري المحتل، لكن إسرائيل تعتبرها منطقة سيادية، وهذا مساس بها وبهيبتها أمام حزب الله، خاصة أن هذا الاشتباك عمره 10 شهور. وهناك حالة غضب وعتب شديدين في شمال إسرائيل وقبل السكان، أولئك النازحين عشرات الآلاف وأولئك الذين بقوا تحت النار. وهناك مزاودات وسجلات داخلية في إسرائيل تختلط فيها الحسابات الشخصية والحزبية والفئوية وتلك التي ترتبط بمصالح إسرائيل، والخوف من اشتعال الحرب. إسرائيل لكثير من الأسباب غير معنية بهذه الحرب، أمريكا لا تريدها، متحفظة جدا من هذا الانفلات المحتمل نتيجة أسباب معروفة. وهناك أيضا المؤسسة الأمنية لا تريد إشعال الحرب الآن. وبنفس الوقت هناك حاجة وشبه إجماع في إسرائيل على ضرورة الرد، بحيث يتم ترميم الهيبة وقوة الردع. ولذلك يبحثون الآن ليس عن الرد، إنما عن كيفية الرد، متى الرد، ضد من يكون الرد، ضد لبنان، ضد حزب الله، ضد البنى التحتية، هل يكون في العمق اللبناني، إلى أي مدى سيكون هذا الأمر مضمون أن لا يشعل حربا، كيف سيكون رد حزب الله. كل هذه الأسئلة الآن تحت القيد والمداولات في الكابينيت، مجلس الأمن الذي يجتمع الآن في هذه الساعة. إذن سيد وديع، ليس من السهل اتخاذ قرار الحرب على المستويين السياسي ولا العسكري في الداخل اللبناني، بالنظر إلى الحرب التي ما زالت مشتعلة في غزة والتبعات المحتملة بعد ضرب حزب الله. ربما هناك أي جهات وجماعات أخرى في المنطقة تتدخل، ولكن عادة من هي الجهة الأكثر حماسا للحرب مع حزب الله؟ نعم، أولا يعني دعينا نقول أن هناك سجال كبير في إسرائيل، في كثير من الأحيان فيه كثير من الاعتبارات والحسابات التي لا ترتبط بمصالح الأمن ومصالح إسرائيل العليا، على نتيجة السجال الكبير المتراكم الذي سبق ونشأ في إسرائيل وتفجر في العام 2023 بسبب ما يعرف بالانقلاب القضائي. ثم جاء هذا الطوفان الأقصى الذي فجر الحرب وفجر النقاشات لها أول وليس لها آخر حول الفشل الاستراتيجي وتبعاته إلى آخره. والآن نحن أمام جبهة أيضا مشتعلة في الشمال. اليمين يحاول أن يهرب إلى الأمام بالتهويش على لبنان وضرب لبنان وتحويل بيروت إلى غزة وغيرها من الشعارات التي ترد على لسان بعض الوزراء الشعبويين اليمينيين الغيبيين. ولكن المؤسسة الأمنية في إسرائيل واضح أنها تقول معنية برد يعيد إلى إسرائيل الهيبة، ولكنها ستكون في غاية الحذر، لأن المؤسسة الأمنية لا تريد لهذه الحرب أن تشتعل وأن تصبح إقليمية. ونتنياهو كما تفيد التسريبات يميل أكثر إلى كفة أولئك الذين يرون بضرورة الحذر الشديد من اشتعال الجبهة الشمالية، وأن يصب الماء بالتالي على طاحونة حماس والسنوار التي تعرف في إسرائيل في موضوع يعني وحدة الساحات. نعم، أنتقل لسيد أسعد بشارة ضيفنا من بيروت العاصمة اللبنانية. كنا استعرضنا منذ قليل في تقريرنا الوضع المتأزم أساساً الاقتصادي والسياسي اللبناني. لبنان لا يستطيع أن يتحمل أزمة جديدة أو حرب شاملة. على أي جهة دولية يرتكز لبنان في وقف سيناريو الحرب الشاملة؟ قبل أي جهة دولية يفترض بلبنان أن تكون حكومته أن تعيد إمساك قرار السلم والحرب، خلافا لما قاله رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي أكد بشفافية أنه لا يمتلك قرار الحرب.
وأما الجهة الدولية فالمفاوض الوحيد والضامن الوحيد الذي يمكن أن يلجم إسرائيل هو الولايات المتحدة الأمريكية. لهذا اللجم، لهذه الضمانة شروط وأدوات يفترض أن يعطيها لبنان، وهي فصل ملف غزة عن ملف لبنان على الصعيد الميداني. إذا لم يتم هذا الفصل، وإذا لم يتوقف حزب الله عن يعني ما يسميه حرب المساندة التي لم تساند غزة عمليا، سيبقى لبنان عرضة للخطأ، لخطر التعرض للحرب، لا سيما بعد حادثة عين مجدل شمس التي تتخذها إسرائيل منصة أو ذريعة للتهديد بتحويل لبنان إلى غزة، إلى غزة ثانية. إذن أدوات منع الحرب، دينامية منع الحرب تنطلق من التزام لبنان بتطبيق القرار 1701، بنشر الجيش على الحدود، بوقف حزب الله لهذه العمليات كي لا يدفع لبنان الثمن مرة أخرى. ولكن نعم، هذه الأدوات ليست موجودة بنسبة 90% على الطاولة. نعم، هناك إصرار، هنا أنتقل السيد عواودة، إصرار من البعض بأنه يجب ربط الملفين غزة بلبنان. إلى أي درجة يبدو دقيقا الحديث بأن الهدوء في غزة سيؤدي إلى هدوء في جبهة لبنان بحسب وجهة النظر الإسرائيلية، أم العكس تماما، الهدوء في غزة يعني التفرغ للبنان؟ لا، هناك إجماع في إسرائيل، يعني لدى الدولة العميقة والمؤسسة الأمنية وحتى لدى نتنياهو، بأن إسرائيل غير جاهزة الآن للذهاب إلى حرب مع حزب الله أو مع لبنان، لأنها تفقد عنصر المفاجأة والمباغتة، جيشها منهك مرهق، وهناك أيضا عين المؤسسة الأمنية والدولة العميقة على الصفقة. هؤلاء يدركون أن الاشتعال الآن في الشمال إلى ما هو أكبر من تصعيد أو من تغيير لقواعد الاشتباك، من شأنه أن يجهز على ما تبقى من احتمالات للصفقة. وهناك عوامل أخرى، يعني هناك أيضا من يعتقد أن إسرائيل ربما تدخل في مغامرة، لأن هذا من شأنه أن يشعل حربا إقليمية أيضا إسرائيل ليست جاهزة لها، وخاصة وهذا يعني يدور في إسرائيل في التلميح وفي التصريح أن الحرب الآن مختلفة عما كانت عليه في السابق، لأن الجبهة الداخلية في إسرائيل كما هو الحال في الجبهة الداخلية في لبنان باتت هي الجبهة الأساس، بدلا من بعكس ما كان في الحروب السابقة. وإسرائيل غير قادرة الآن على امتصاص ضربات، إسرائيل في حالة نزيف رغم هذه الكوارث التي وقعت بالفلسطينيين في غزة، لكن إسرائيل في حالة أزمة. وهناك يعني بتقديري مفتاح واحد لإخراج الطرفين من هذا المأزق هو الضغط الدولي وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية. نعم، قبل أن أنتقل السيد أسعد أريد أن أفهم معك ما يجري في الداخل الإسرائيلي. هناك إصرار بالحديث بأن حزب الله من قام بهذه الضربة، مع كثير من التفاصيل، تفاصيل حتى تتعلق بهوية من أمر بتوجيه هذه الضربة وطبيعة الصاروخ، فيلق واحد، صاروخ إيراني، مع بعض المعلومات عن مداه وعن وزنه. هل بدا مفاجئا للإسرائيليين عسكريا هذا الأمر أو استخدام هذا الصاروخ؟ لماذا هذا الإصرار الحديث عن هذه التفاصيل؟ يعني هي محاولة للتأكيد على الرواية الإسرائيلية بأن حزب الله هو مطلق النار وعلى أن إيران هي رأس الأفعى. وهذا يصب الماء على الرواية الإسرائيلية. لا، إسرائيل غير متفاجئة، وحتى نحن المدنيون، نحن كمن يسكن في الجليل، يعني نفاجأ. أنا كنت قبل شهر في مجدل شمس واستغربت كيف يمكن أن يعيش الإنسان في منطقة بين نارين، البلدات العربية في الجولان عالقة تماما بين خطوط النار، وكذلك بعض البلدات العربية بالإضافة للشريط الحدودي كله الذي نزح بمعظمه من شمال البلاد. هناك غضب وعتب شديد في إسرائيل على أن إسرائيل صبرت 10 شهور على استمرار هذا الوضع. الصواريخ كانت تسقط، لم تنجح القبة الحديدية باعتراض هذه الصواريخ في كثير من المرات، والمسيرات دخلت حتى تل عكا وحيفا، وكان الحظ هو الذي لعب دورا في عدم مقتل يعني عدد كبير من إسرائيل أو عدم حدوث مذبحة كما حصل في مجدل شمس بالأمس. ولذلك جاءت هذه المذبحة لتفجر بركان الغضب القائم أصلا ضد إسرائيل، التي تتهم الآن من قبل الإسرائيليين في الشمال أنها تميز بين الدم والدم، وأن إسرائيل خرجت إلى اليمن على بعد 2000 كيلومتر بعشرات الطائرات لمقتل إسرائيلي واحد في تل أبيب، بينما الشمال يحترق ومنذ 10 شهور ولم تحرك إسرائيل ساكنا. وهناك غضب وحالة ضغط شديد على الحكومة
بضرورة الرد، وهناك أكثر من دعوات للرد بما يتجاوز جنوب لبنان، إنما يعني البحث عن تدمير بيروت وتدمير لبنان وما إلى ذلك. وفي المقابل هناك من يحذر من خطر اتخاذ القرارات بهذه الانفعالية الآن.